السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتعلم نعمل ويب سايت. الويب سايت دوت فري، ونقدر كمان نعمل له هوستنج فري، ونقدر نشتغل عليه من دلوقتي أصلا في خلال دقايق. الويب سايت ده على موقع اسمه ويكس، wix.com. ده الموقع ده تقدر تعمل منه تكاريت الويب سايت وتعمل هوستنج عليه. بس هو الفرق ان بعد ما تعمل الويب سايت هتلاقي مكتوب هنا السطر اللي موجود ده عشان ان انت تقدر تعمل له ابجريد. لو انت ما عملتش ابجريد هيبقى الويب سايت بتاعك زي ما هنا ahmfaris.wixsite، وبعدين ده اسم الويب سايت بتاعك ودي الصفحه بتاعتك. ده مثال الويب سايت اللي احنا بنتكلم عليه. الويب سايت اهو موجود، هو عن شركه سياحيه، وادي كمان باللغتين اللي موجودين، وادي البيجز بتاعتها تقدر تضغط عليها، تقدر تشتغل عليها كمان عادي جدا من اي مكان. طيب دلوقتي احنا هنا هنبدأ، ادي الويب سايت دي الباك اند بتاعته. طب تعالى ان احنا نعمل ويب سايت. هندخل هنا على الويب سايت، ادي بعد ما تعمل اكونت طبعا هتلاقي فيه هنا كرييت نيو سايت. كمان بيدي لك اكزامبل في ويب سايتس جاهزه، شوف انت عايز تعمل ايه. افترضنا ان احنا عايزين نعمل عياده مثلا دنتل، تمام، كلينيك، وهنقول له نيكست. انتر ويب سايت نيم، قول مثلا ماي دنت مثلا سايت، نقول نيكست. هنا كمان لو عايز تضيف اي حاجه، في غرفه شات، في بوكينج، عايز تعمل حجز، فورمز، وات ايفر، نعمل نيكست سكيب دلوقتي لو احنا مش عايزين نضيف اي حاجه من دي. Start setting up your website. هنقول له go to dashboard. الويب سايت دلوقتي بقى جاهز، وال URL بتاعه هنضغط هنا customize site. هيفتح ادي النيم اللي احنا كاتبينه قبل كده، ولو عايزين طبعا نضيف هنا اللوجو والتليفون وهكذا. ماشي، نيكست. ايه السيم اللي احنا عايزينه؟ زي ما احنا شايفين كده هنختار برضه اي حاجه دلوقتي، مثلا هناخد البريز ده، نيكست. هنختار من التمبلت اللي احنا عايزينه، ادي ناخد مثلا التمبلت دي كام بيج. ممكن نضيف كمان صفحات، مثلا هنضيف الصفحه ديت والصفحه السيرفيسز وميز تيم، نيكست. ادي كونجراتوليشنز ان السايت خلاص تمام. ادي باك تو داشبورد او فيو لايف سايت. ادي الويب سايت بقى جاهز، وده اليو ار ال بتاعه. لو احنا خدنا اليو ار ال هنا فتحناه من اي مكان تاني، هيفتح الويب سايت من اي مكان. رجعنا تاني للويب سايت بحيث ان احنا كمان نروح للجو تو اديتور لو احنا عايزين نبدا نعدل فيه، وده هنتكلم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب عشان تجيلك فيديوهات قادمه بامر الله. شكرا والسلام عليكم.